يا صباح المجد والدار وسندها يا عالم كل الكويت ومخرجات ابتدى الموروث والقمة صعدها مهرجان الشعب واغلى منتجات شيخ الحمر لبحير وانتاجه في ميدان سيدي صاحب السمو الاخوه اللجان موجوده وعسى الله يبيض وجيههم من جامعنا خير صباح الباكر والله يبيض وجيههم طبعا الان سحب القرعه وعسى الله يوفق الجميع وان الله يعينهم. اول المحكمين معانا اخونا مسفر العتيبي مسفر العتيبي ثاني المحكمين اخونا سعد الهجيني سعد الهجيني الظفيري عسى الله يوفق الجميع. ثالث المحكمين اخونا عبد الله ابو الرشاش عبد الله ابو الرشاش. خامس المحكمين اخونا فهد بن ربيعان عسى الله يوفق الجميع. اسف الخطا منا احنا. ابو فهد هو لكن سعود بن ربيعان وعسى الله يوفق الجميع اطلب له الله التوفيق. سادس المحكمين خامس المحكمين او سادس عندك؟ سادس؟ سادس المحكمين اللي اخونا فهيد محمد العجمي فهيد محمد العجمي سادس ولا السابع خامس من خامس خامس السادس عندك ولا السابع الحين سادس سادس اخونا صلاح الرشيدي عسى الله يوفق الجميع اطلب لهم الله التوفيق
سابع المحكمين اخونا زيد العازمي، عسى الله يوفقهم، اطلب اللهم التوفيق وبيض الله وجيهم، جزاهم الله عنا خير، بحضور رئيس اللجان الشيخ صباح الفهد الناصر الصباح. اشكر الجميع، جميع تلفزيون الكويت والقنوات اللي معنا، والله يبيض وجيهم وان الله يحينهم. تفضلوا العرض. العم عبد الله مطلق عيد البغيلي الرشيدي من دولة الكويت في فئة الحمر من ملاك الابل، طبعا هذا عسى الله يوفقنا احنا وياه جميع فئات ابل عنده اللي هي الشقح وعنده وضح ابو عمر، والان اليوم مشارك ان شاء الله في الحمر البعير وانتاجه، نطلب لله لهم التوفيق وعسى الله يوفقهم وبيض الله وجيههم. طبعا يا عم احنا قسم على البعير وانها بناته. نعم. الله يبارك فيك طول بعمرك وسلمك. قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البعير، ان البعير وبناته، وبناته انها انتاج مراحي، انها انتاج مراحي، واسمها واحد، واسمها واحد، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك الا الورثه الشرعيين، الا الورثه الشرعيين. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله اننا لم نعبث، اننا لم نعبث، ولا نامر من يعبث، ولا نامر باي احد يعبث. والله على ما اقول شيء، على ما اقول الله يوفقك وبيض الله وجهك يا ابو عمر، وجزاك الله خير. والله يعطيكم العافيه، شاكرين لك يا ابو عمر، مشكورين، الله يبيض وجهكم. طول عمرك، طول عمرك. العم محمد عبد الله لافي النومس في فئة الحمر البعير وانتاجه، نطلب الله له التوفيق وجزاه الله عنا خير، ومشاركة لنا ومشاركته في ميدان سيدي صاحب السمو مشاركة طيبة، وعسى الله يبيض وجهه وجزاهم الله خير الملاك ومتعاونين وبيض الله وجيههم. حياك الله يا ابو احمد. الله يحييك. الله يحييك يا مرحبا. جزاكم الله خير صراحه، شرفتونا صراحه. الله يرحم والديك. الله يحفظك. طبعا احنا القسم الان على البعير وانتاجه ان شاء الله. قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البكار الثلاث، ان البكار الثلاث والبعير انتاج، والبعير انتاج، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اني لم اعبث، اني لم اعبث ولا مرت من يعبث، ولا مرت من يعبث، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. الله يوفقنا وياك، مشكور يا ابو احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا اخونا ولدنا وبيض الله وجهه محمد مفرج نهار مطيري من ملاك الإبل المعروفة، ولهم صلات وجلات في هذا الميدان، وعسى الله يوفق الجميع. والآن أداء القسم على البعير وانتاجه. قل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن الثلاث البكار، أن الثلاث البكار أنها انتاج البعير، أنها انتاج البعير، ولا لها ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك إلا الورثة الشرعيين، إلا الورثة الشرعيين. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أني لم أعبث، اني لما ولا امرت من يعبث، ولا امرت من يعبث، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. الله يوفقك، جزاك الله خير، الله يرفع بيض وجهك، يعطيك العافيه يا مرحبا. طبعا معنا الاخ خالد عبد الله بن خالد بن نشار العتيبي من المملكه العربيه السعوديه، والله يحييك في بلادك، الله يبارك فيك ومرحبا، جزاك الله خير، والله يبيض وجهكم وحضوركم لنا في ميدان سيدي صاحب السمو شرف. وحنا بعد الله يرحمك، جزاك الله خير. طبعا معنا اداء قسم طال عمرك على البعير وانه انتاجه، صل على النبي. قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البعير، ان البعير والبكار الثلاث، والبكار الثلاث واسمها واحد، واسمها واحد وانها انتاجه، وانها انتاجه ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك الا الورثه الشرعيين، الا الورثه الشرعيين. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اني لم اعبث، لما اعبث ولا امرت من يعبث، ولا امرت من يعبث، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. الله يوفقك ويسر امورك ويجزاكم عنا خير، بارك الله فيكم، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك ونعم الله عليك وابوك. طبعا احنا نشهد له في هذا الميادين، خاص في ميدان سيدي صاحب السمو دام المشاركه معنا، والله يجزاكم عنا خير. صل على النبي. قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البعير، ان البعير البكار الثلاث اللي معه، البكار الثلاث اللي معه انها انتاجه، ان انتاجه ولا لنا فيها شريك، ولا لنا فيه شريك الا الورثه الشرعيين، الا الورثه الشرعيين. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان لم نعبث، لم نعبث ولا امرنا من يعبث، ولا امرنا من يعبث، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. موفق يا ولدي اجمعين، بيض الله وجهك يا عم، جزاكم خير وبيض وجيهكم، مشاركتكم لنا ناموس في ميدان سيدي صاحب السمو، ويجزاكم عنا خير وان الله يوفق الجميع، والكل فايز في هذا الميدان، نعم الله كل فايز في هذا الميدان، بارك الله فيك. طبعا عندنا اداء قسم البعير وانه انتاجه، صل على النبي، صلى الله عليه. قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البعير، ان البعير والبناته الثلاث، والبناته الثلاث انها انتاج، انها انتاج ولا له فيه شريك، ولا له فيه شريك الا الورثه الشرعيين، الا الورثه الشرعيين. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان لم نعبث، لم نعبث ولا نامر من يعبث، ولا نامر من يعبث، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. الله يوفقك يا عم ويجزاك خير وبيض وجهك، وياكم ان شاء الله ويعينكم، ولا احنا ان شاء الله انها للعبث لا الحين ولا بعد، امين الحمد لله. معنا اخونا سند ناصر محمد الصريع الهاجري بيض الله وجهه على هذا الحضور، جميع الفئات، ورجل مشجع للميدان، والله يبيض وجهه ويستاهل كل خير. طبعا اداء القسم طال عمرك، قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان البعير،
ان البعير والبنات الثلاث اللي معه انهن تاجر البعير ولا ان فيها شريك الا الورث الشرعي بسم الله العظيم اني لم نعبث ولا امر من يعبث احد يعبث فيها. الله على ما اقول شهيد والتوفيق للجميع. الله يوفقك. مشكورين على هالجهود. شكرا لكم. صل على النبي. قل اقسم بالله العظيم ان البعير اللي مشاركه بناته هذا اليوم انه انتاج البعير ولا ان فيها شريك الا الورث الشرعي بسم الله العظيم ان لم نعبث ولا امرت من يعبث والله على ما اقول شيء الله يوفقك. الله يجزاك خير ويرحم والديك. يا صباح المجد والدار وسندها يا عالم كل الكون.